الحقيقة موضوعنا النهاردة هنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة في القانون المصري وفي الدستور المصري. الحقيقة ذوي الاحتياجات الخاصة أو من أطلق عليهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرته القادرون باختلاف، الحقيقة كان ليهم يعني نصيب كبير جدا من القوانين والمواد القانونية والدستورية أيضا في النظام القانوني المصري. بيوضح حقوقهم بالكامل، بيشرح حقوقهم بالكامل، بيعطيهم كل فرص الحياة على التساوي مع أقرانهم من القادرين. حتى أنهم يعني زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهم قادرون باختلاف، هو بيتولى كل الوظائف، بيتولى كل المسؤوليات، بيتم تحميله بكافة المزايا التي تتناسب مع حالته والتي تتناسب مع طبيعته الجسمانية أو العقلية أو الاحتياجات الخاصة التي خلق بها من الله عز وجل، علشان يقدر يكون طرف مساهم في المجتمع ولكن بالطريقة التي تتناسب معه. الحقيقة يعني قبل ما نتكلم في الأمور القانونية عايز أقول طبعا وأوضح وأأكد أن عادات وتقاليد المجتمع المصري هو مجتمع إنساني من الدرجة الأولى. قد لا نحتاج إلى قوانين علشان تعرفنا من هم ذوي الاحتياجات الخاصة أو من هم ذوي الإعاقة وإيه هم حقوقهم وإيه هي الحقوق والالتزامات الواقعة عليهم، لأننا مجتمع بيقدر الإنسان في كل حالاته، ولكن القانون في ظل دولة المؤسسات لابد أن يتناول مثل هذه الأمور، ولابد أن هو يضع كل شيء في مكانه الصحيح بموجب القوانين واللوائح حتى يكون الأمر زي ما قلت خاضع لدولة المؤسسات وفكر دولة المؤسسات. فتعالوا مع بعض نبدأ النهاردة بالدستور المصري. الدستور المصري أرسل حقيقة قواعد عظيمة جدا في هذا الشأن، فهو منع بأي حال من الأحوال التمييز بين أي مواطن وآخر، فالمواطنين جميعهم متساوون أمام القانون وأمام دولة المؤسسات وأمام أجهزة الدولة، ولا يجوز التمييز بين مواطن وآخر بناء على اللغة أو الجنس أو اللون أو الدين أو ما إلى ذلك أو أي انتماءات عقائدية أو بسبب الإعاقة. لا يجوز التمييز ما بين شخص أو آخر بسبب الإعاقة. أيضا في المواد الخاصة بالمسؤول أمام النيابة والتحقيق والجهات القضائية والسلطة القضائية، أيضا القانون ألزم دولة المؤسسات والدستور ألزم دولة المؤسسات أن عندما يمثل أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة أمام جهات التحقيق فلابد أن النيابة العامة أو السلطات القضائية أنها توفر له الظروف الإنسانية الكاملة التي تتناسب مع حالته. فلو كان عنده مشكلة في الحركة فلابد من توفير الأجهزة اللازمة أو الأشخاص المساعدين ليه. لو كان يحتاج إلى لغة الإشارة يبقى لابد من وجود مترجمين وناس تقدر تتكلم بلغة الإشارة، أي مكان نوع الحالة الصحية أو العقلية أو البدنية التي يعاني منها هذا الشخص أو هذا المواطن الذي يخضع للتحقيق، فلابد من توفير كافة الظروف المناسبة. هذا الأمر في مراحل التحقيق وفي مراحل مصوله للتحقيق أو للقضاء أو خضوعه للإجراءات القضائية، أيضا إذا تم الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو ما إلى ذلك أيضا بيتم حجزه في المكان وفي الظروف التي تتناسب مع ظروفه الصحية والعقلية والنفسية حتى تطبق العقوبة وتتحقق العدالة حتى مع ذوي الاحتياجات الخاصة إذا خالفوا نصوص القانون وخاصة نصوص قانون العقوبات أو العقوبات بشكل كامل التي تتصف بأنها سالبة للحرية، أيضا بما يتناسب مع حالتهم وبما يحقق هذه الغاية من العقوبة، وأيضا وهو يتوفر له كافة الظروف الإنسانية المحيطة به والمناسبة له والضرورية له. أيضا ما ينفعش أبدا بأي حال من الأحوال أن تكون منظومة العدالة ثقل على أحد المواطنين نظرا لأن ظروفه المرضية أو ظروفه النفسية أو الجسدية لها ظروف خاصة، فلابد أن تكون تتحقق العدالة بشكل كامل وبشكل إنساني التي تنتج عنها النتائج وهي إصلاح وتقويم البشر أي مكان، سواء كان من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غير الاحتياجات الخاصة. أيضا نرى أن الكثير من يعني القوانين والتشريعات أيضا فيما يخص النوادي ومراكز الشباب، وزارة التضامن الاجتماعي، يعني وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، كل من هذه الوزارتين ليهم
في كل منطقة وفي كل حي وفي كل دايرة عمل عندهم، عندهم دايما كشوف. القانون والدستور يلزمهم بإمساك دفاتر وكشوف لحصر ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة بتاعتهم أو في المكان اللي هم بيتولوا العمل، الدايرة الجغرافية اللي هم بيتولوا العمل فيها، بغرض حصر هؤلاء الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وما هي حالتهم، وحصر كل حالة سواء كان من حالات المشاكل النفسية من ذوي الاحتياجات العقلية أو الجسدية أو النفسية أو ما إلى ذلك، بغرض توفير الوسائل المناسبة لهم سواء كان في البطاقات العلاجية أو في الدعم المالي ليهم أو الدعم المادي أو المعاشات أو في إيجاد الألعاب الرياضية وممارسة الألعاب الرياضية والأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تخص كل واحد منهم والتي تتناسب مع حالة كل واحد منهم. فأيضا وزارة الشباب والرياضة، المراكز الشباب زي ما قلت، النوادي، وزارة التضامن الاجتماعي ليها سجلاتها اللي بتمسك فيها بتحصر فيها كل بيانات الأشخاص وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم من أجل توفير فرص عمل لهم، من أجل توفير فرص حياة لهم، من أجل إيجاد معاش ليهم فيما اللي بيحتاج منهم أو اللي بينطبق عليه الشروط والاختصاصات اللي بتحددها القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية لمثل هذه القوانين. أيضا بنجد أن لابد في وزارة النقل والمواصلات أيضا نجد أن هناك شبابيك معينة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لقطع التذاكر، لحجز أماكن السفر، أيضا لهم أماكن جلوس خاصة بيهم بإشارات محددة ليهم في وسائل المواصلات. بنشوف كتير في الأوتوبيس، في الميني باص، في مترو الأنفاق، في الطيارات، في المطارات، حتى في الخدمات الحكومية أو أماكن التي تقدم خدمات للمواطنين نجد دايما أن هناك مكان مخصص لصعود ونزول ذوي الاحتياجات الخاصة، نجد دائما مكان مخصص لانتظار ذوي الاحتياجات الخاصة، نجد دائما موظف الشباك خاص باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، نجد أن هناك موظف يعمل بلغة الإشارة أو متخصص في لغة الإشارة أو مكان انتظار مريح لهم ومناسب لهم يتناسب مع حالتهم. المهم في النهاية أننا بنجد إن كل إن دولة المؤسسات بكل جوانبها وكل أطرافها وكل مرافقها بتتضافر بشكل كبير جدا علشان توفر فرص التعاون، مش فرص الراحة، مش فرص الاستثناءات أبدا، ولكن الفرص اللي تجعل من ذوي الاحتياجات الخاصة إنسان قادر، ولكن قادر باختلاف، إنسان قادر على أن يكون يدا بيد وكتفا بكتف مع أخيه المواطن في الدولة وفي دولة المؤسسات وفي المجتمع، ولكنه يقوم بكافة يكتسب كافة الحقوق ويتحمل كافة الالتزامات، ولكن بما يتناسب مع ظروفه وحالته حتى لا يشعر أنه أقل من غيره أو أن الدولة أو المجتمع يحسن إليه. لابد من الارتقاء بالإنسان، ولابد من الارتقاء بالمعاني الإنسانية، وده اللي احنا بنشوفه في بداية من ما قدمته دولة 2013 وما أقره دستور 2014 المصري حتى الآن وجميع القوانين. وإحنا بنراقب في حياتنا اليومية الحقيقة هناك معاني كبيرة جدا ومبادئ عالية جدا ورقية جدا جدا تتناسب مع مجتمعنا المصري الشرقي المحترم الإنساني الذي يحترم الإنسان ويقدر الإنسان، لا يعطي استثناء لأحد، ولكنه يقدر ظروف من يحتاج أن نقدر ظروفه حتى يكون جنبا إلى جنب مع أخيه في الدولة وفي المجتمع.